أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على نبيه ومصطفاه. تحية مباركة مجددة، صحة شريبتكم، ربي يتقبل وربي يعاوننا. سيادي من حاشم، لأني داخل عليكم في وقت المفروض الناس مشتغلة بالطاولة وما فوقها، وانتم ما كنتم لاهين باش تسمعوني باش نحدث إليكم. طرقت عليكم الباب بإذنكم أدخل. وش معناها بإذنكم أدخل؟ إخواني الكرام، رمضان يحتاج إلى تذكير، يحتاج باش نتحدثوا فيه، باش نتعلموا منه، يحتاج باش نحترموه. صحيح احنا حضرنا رمضان، أشكون منا التركينة متاعو ناقص عظم ولا ناقص دجاج ولا ناقص لحم ولا ناقص قزوز وإلا ماء، والناس تجري على الماء هالأيام وتعربن عليه. لكن والله أنا اللي ماشي في بالي رمضان ما جاش للطعام والشراب. صحيح هو رمضان مركز على الامتناع عن شهوتي الطعام والشهوة الثانية، صحيح، لكن كأنه في العادة متاعنا أصبحت الممنوعات التي نمنع منها في النهار نعوضها في الليل، ولذلك في النهار كامل وإحنا بكلنا نتوحموا. المرأة تستنى في الراجل حتى لين يقول لها أش يحب، وكلمة كلمتين هذه الأخرى هذه الأخرى يكثر عليها الطلبات، وناس كل حتى يديها على كروشها وماشي في بالها، وأن اللي تستذكروا من طعام الكلها باش تاكلوا. شوفوا قدامكم فوق الطاولة، شوف قداش من صحن، شوف قداش من نوع، شوف قداش من طلب حققته يا مرأة راجلك، وانت يا راجل قداش من طلب طلبته من مرتك. تتصوروا أن رمضان جاء باش نعبيه وكروشنا بالماكلة والشراب؟ لا، هي تفدليكة معناها 18 ساعة اللي صمناهم هذوك الكل باش نعوضوهم بستة ساعات، وإحنا نمركوا ناكلوا ونشربوا بقلوبنا وكروشنا وبعينينا. أنا ما نتصورش وأن رمضان جاء لهذا. رمضان هو شهر صيام، صحيح، وأن الممنوع يحلى، وأن الحاجة اللي إحنا محرومين منها ماذا بين نقبلوا عليها ونكثروا منها، لكن ما تحولوناش رمضان إلى شهر متاع مليان كروش، إلى شهر متاع تحقيق شهوات عادية نستوي فيها مع الإنسان هو مع الحيوان. رمضان جانا باش يعلمنا وأن الإنسان صاحب إرادة، وأنه حتى ضروريات التي لا تقوم الحياة إلا بها يمكن أن يستغني عنها ويستغني عنها بإرادته. ولذلك رمضان يطلب منا كبح الجماح، شدوا شوية، راه الدنيا غالية، واللي يجيه رمضان يلصق عليه فرغان الجيوب يكون متجني على رمضان. يا أخي رمضان قال لنا هكا، ما تاكل حويجة اثنين كبقية الناس، وما تكثرش من الشهوة، واعتبر وأنه فما ناس من أمثالك مسلمين كيفك، إخوانك في الوطنية والإسلام توانسة بوهم أمهم كيف بوك أمك، ما تسنى لهمش باش ياكلوا اللي تاكل فيه وباش يشرب اللي تشرب فيه. ولذلك إخواني الكرام، دخلت عليكم في الطاولة وانتم الآن حايسين، لكن نحب نقول لكم نقصوا شوية من وطأة الطاولة على العقول. راهو تأثير الأكل مش بسبب الجوع اللي في الكرش، وإنما بسبب الاهتمام اللي في العقل، والأمة اللي تجعل همتها أعلى من ما يملأ بطونها هي الأمة المؤهلة لقيادة وسيادة وريادة. وإحنا أمة خير وأمة رحمة مؤهلين باش نفرحوا. قال الصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. احنا مؤهلين باش نفرحوا بطعامنا، لكن الاعتدال في تحقيق الطلبات الذاتية متاع البطون هو مطلب أساسي من مطالب الإسلام، لأن ربي علمنا ألا نسرف لا في دفع أموال ولا في طعام ولا في ملذات دنيوية إلا بقدر ما يكفي لقيام شأن الحياة. إذا إخواني الكرام، بقدر ما نسأل ربي باش يتقبل منا، بقدر ما نطلب من ربي باش يجعل الصيام مقبول، بقدر ما نحمل أنفسنا على شيء من حفز النفس نحو مسكها وتعطيل شهواتها بالشكل الذي يجعلنا نفرد رمضان بكونه مدرسة متاع صبر. تعرفوا أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا والصيام نصف الصبر، والصبر يا إخواني الكرام الجزء الأكبر منه هو أن تحجز نفسك عما تستطيع القيام به، ومن بينها حجز النفس عن المباحات
في رمضان أنت تحجز نفسك عن المحرمات يقينا، لكن تحجز نفسك كذلك عن المباحات حتى لا تجعل هذه النفس متنمرة آمرة ناهية وتجعل الدمان في يدك. والله لو كان حق هذا المعنى فقط من معاني رمضان تكون الأمة بخير، لأن حمل النفس على أن تتوخى الاعتدال في سلوكها هي التربية، وهذه التربية تحتاج إلى إرادة صادرة منا. إخواني الكرام، أيام قدامنا مازالت وليالي باش نصوموا وباش نقوموا، لكن نقول لكم ربي يتقبل، ربي عاوني وعاونكم على الطاعة والذكر والشكر وحسن العبادة، وإلى لقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.